أنا حضرت الجلسات الأولى اللي فتحها محمد البشيري نقاش. هي بقيت معاه مدة؟ بحكم بقيت معاه مدة؟ تمشي مرار بعد مرار. هيا مرار. مرار مرار تمشي عندهم تصويرة. وأنا متى ندخلش؟ لأن ما عندي ما نقول في الشبيبة ولا في الجيبة ديال السلفية اللي كانت ديك الساعة كان سامي الجبار. انا وسيل علوي كنا ساكتين تما كان شي فرصة الا وتلقي واحد الكلمة اللي تعلمناها من المضمون ديال الرسالة اللي تنحملو. كنا ديك الساعة جربنا تجربة في المغرب كامل اللي كنا تنجمعو المسلمين حول كلمة سواء تنقولهم ها احنا جبنا لكم قلوبنا في دين هو تيقول لنا اش هو المشروع ديالكم شكون نتوما ما كيجيو غير زحمنا نسجل لا 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 غير حكي هذه فرصه لا تعوض هذه فرصه لا تعوض ربما يسمعوا كان يسمعوا بينا وكان بينا في الثمانينات اول ثمانينات في 79 79 كانوا كنا كنحاولوا يحكيوا الزحمه السي الباروزي هو امتداد لشي يقول لك جا في واحد المرحلة اكتسبنا فيها واحد التجربة بالخصوص اللي تتقول الكلمة الطيبة وما تتكونش من وراها تمشي من وراها ما عندك لا تجربة ولا شخصية ولا والو وما عندك لا انتماء والو انت فقير الى الله مضطر الى الله حامل واحد الهم تتشارك الناس تفتح في المجال هذا راه همنا وهمكم وانتم الاولين فيه وراه ما عندناش اي واحد الرصيد وما عندناش واحد السند ولا نحسن الخطابه ولا الكلام ولا شيء الكلام طيب وسيدي محمد العلوي دمعه على خده وغير وجود السي العلوي هو واحد الرحمه في حد ذاتها لانه كثير الصمت دروك راه بدا كيتكلم السي العلوي هو كان كثير الصمت دائما تيجيني انا الحدا وتيزيدني لانه انا كنت ديك الساعه في الضوضي وكنتكلم شي شويه ملي خرج السي عبد السلام وبعدا دخل المسجد وطرده الحاكم من المسجد وكنا ديك الساعه بدينا الدروس واحد الايام والسلام في رمضان وكنت انا هو الصاغيز ديال السي عبد السلام في كتاب شعب الايمان مازال ما خرج هو حد علاقه ديال حد ومدينا السي عبد السلام نكون في المسجد في التغذيات وتنصب عليه الحديث ما قبلوش اي هذاك الشيء لانه الناس بداو تيجيو ومن وراء الصبح حتى العشرة والناس ما كيبغوش يتفرقوا نهار الأول نهار الثاني نهار الثالث جاء المنع من القيام جاء السيد عبد السلام في الضرور قال لي أم أخي واش خرج المسجد أخبره بأنه منع من المسجد وأنه هذا قرار الظالم وحنا راه ما عنديش نواجهو مثلا ما عاد يواجهوش بعنف عادي نلتزموا بيدنا واللي بغى يجي لعندنا مرحبا به ففتح السيد عبد السلام البيت ديالو بداو الناس تيجيو ايوا كل واحد تيجي ويسمع اشنو هادشي فانماط ديال الناس هي كثيره اعلنت في البدايه على شنو على نيتها في مجالسه السيد عبد السلام المهم حتى كان واحد الجو انا كنت ديك الساعه انتقلت من حدا السي عبد السلام انتقلت لمراكش الى المدينه وقال لي ايوا اقتحم المسجد السي عبد السلام ايوا درنا النيه اسمع لك المسجد كنت دير فيه المسجد واحد حي صغير واحد المسجد صغير ملي دخلت ليه لقيت فيه لقيت حصاير وداكشي وساخ ومعفان درت الدرس الاول الدرس الثاني تحمسوا الناس بداو تيطهروا هذاك المسجد لقينا فيه الصحراء
لا في الصحراء تيقبطوا المسجد وتيقبطوا منور الحصير وتيديروا الغائط وتحت من الحصير وتيديروا الغائط. هذه دروس تاريخيه كان عاد 79 هذيك. عاد 79 79 اي تاريخ نتاعها. ايوا ثاني 25 سنه. ها؟ 24 سنه معروف. جربت راسي. 24 حال جربت راسي وطلق لساني وزدت نشحد الاشياء يقول لي المحفوظات ديالي ما عرفتش اي. طلعت المنبر بديت شعب الايمان اللي بدا السيد السلام وانا نستمر فيها. بداو الناس يجيو تندير بين المغرب والعشاء وتندير من الصبح حتى الشروق وكان الاقبال كثير كثير بحيث من سيدي يوسف هذه كانوا تيجيو الناس على رجليهم للمسجد. اش اللي تيسمعوا كنت قلت السيره ديال سيدنا عمر وبزيد تنحكي قلت هو النموذج الكامل ديال الحاكم بامر الله ها كيفاش كان داير ها كيفاش فعل وتنحكي الصور ديالو اللي في التعامل مع المساكين ومع المستضعفين والرحمه ديالو وعلى كل حال ولا واحد الاقبال كبير بحيث استمرت شي شهر ولا شي حاجه. الحكام ما قبلوش شي هذه المساله قالوا واش نديرو راه بالك كان الاخوان السلفيين ما كيعجبهمش الكلام ديالي لانه تنلحن في القران تنلحن في اللغه العربيه تنلحن في الحديث وكان سي عبد السلام وقت ما وصل ليه سي ابراهيم الكاسيت تاعي كليا تيشبحني تيعطيني العصا اشنا هذه اللغه اشنا هي صلح اللسان ديالك هادي راه ما كاين هادي وانا الحمد لله نوصل الله تعالى مفوض انا امر الله عز وجل ناكل العصا ولا المهم هو الله تعالى فتح كي يحكي لكم سي ابراهيم انه شي مره تلاقاو مع السلفيين والسلفيين قال لي السيد ما تعرف القران تيلحن في القران ما تعرفش الحديث ولا تعرف اللغه العربيه. طلعت انا من المنبر واحد الصباح بديت افتتحت الدرس اليوم تيقولوا بعض الناس انا مثلا نعرف اللغه العربيه ولكن باش تعرفوني انا راه غير مشيو راه قلت غير الفرصه ولا ما حفظت القران ما قريت لا السنه ولكن الحمد لله كان معايا واحد الشويه ديال القران حفظته في السجن ما شاء الله ما شاء الله جبتي مع القران في السجن حتى نعاود نحكيها لكم مره اخرى. نطلب الله تعالى ان يعيده علي حفظا ويلهمني الى رعايته والاعتناء به ان شاء الله عز وجل. قلت لهم انا غير مشيو قروني الفرنساويين وما تعرفش لا اللغه العربيه ولكن راه اللي تعرفوا القران وتعرفوا السنه وتعرفوا اللغه راه هما كل واحد فين مرمي. واحد مرمي عند الحكيم واحد مرمي في الزرده واحد مرمي في الشهوده واحد مرمي كذا نهار يجيو انا ننزل هنا ونقعد نسمع القران ولكن دركا انا ما ننزلش كيف ما كان انا ما نزلتش واللي بغى ينزلني يجي ينزلني بزز مع بعدين ننزل. ايوا هذا الشيء بلغ الحكام وما يجندوا واحد من هاد العلماء ديال المتملقين هو طليق اللسان وحفاظ وشي يقول لي بداو قال لي نتقاسم معك المنبر بدا تيدير هو العشيه وانا تندير الصباح ولا تيدير هو الصباح والعشيه. على كل حال شافوا بانه الدروس ديالي على اقبال جندوا العلماء جابوا المجلس العلمي نتشنوا الدروس جا ديك الساعه الفقيه المسيوي الله يرحمه مسكين وتشنو هادوك وبداو تاي وديك الساعه خرج القرار
باش انه الجمعيات المحافظة على المسجد هي اللي تكلف بالمسجد وهي اللي تقلب على العلماء. انا بداو تيقلبوا عليا الناس، قلب عليا واحد الامام المقف وعاودوا يستدعوني باش يقول لي لازبزت اش يقول لي. بديت ندير الدروس، مشيت للمقف تندير الدروس، بديت القصه الاولى. القصه الاولى هي الاقرع والابرص والاعمى والاعمى، وجيت وجاب لي فيها الله واحد التيسير، دارت واحد الدجا سيدي كذا كذا، وما عيطوا للامام قال لي هذا منين جبتيه؟ ما كلفتيه، ضغطوا عليه وتقول والله العظيم سيدي لا غير تحكي لنا غير القصه ديال الابرص والاقرع والاعمى، تيقول لي ما والو. على كل حال هذاك السيد جا عندي للدار قال لي راه ما كذا راه كذا، ويخرجوا لي على وليداتي على كواتي. ايوا هذه التجربه ديال السيد. علاش بغينا نتكلموا؟ سي بارود على الحوار مع ذاك الجماعات الاسلاميه. ايوا داخل فيها سي بارودي. ايوا خرجنا من هذا بإجازة قال زعما بإجازة واخا سيدي ذاك شي طويل طويل بزاف. انا كنذكر واحد النهار في الشلاح ملي كان كنا كنجلسوا هاد الناس كنتحاوروا معاهم، كنذكر راه كان من الرفاش برا حنا في مراكش دابا شي عام ونص. كنذكر واحد المرة جلسنا شي ستة الناس ولا كذا، نقول له شكون هو؟ هو الحصين وما عرفش وقع شي نقاش هكا، واش الحمد لله دار لهم دار وعبيهم دارو يعني قال لي يعني التواضع ديالو من الاخرين حاصل خليه يتكلم. كنذكر هذه اسئله. نعم اسيدي على كل حال مشينا حنا بواحد المشروع، كان واحد المشروع اقترحه لنا سيدي السلام، وهو توحيد الاعلام الاسلامي وايجاد جريده او صحيفه ولا مجله تتكلم عن المسلمين ومعاناتهم ديك الساعه بقات الشبيبه والتفريقه ديال الشبيبه. فطلبنا باش نمشيو ندير واحد الجوله عبر المغرب. بالفعل مشيت انا والحاج ابراهيم الله يذكره بالخير والسي العبادي. السياره ديال الحاج ابراهيم. السي الحاج ابراهيم الله يذكره بالخير وسيدي البشيري. سي البشيري السي العبادي انا. خمسه انتم. اربعه. ايه. مشينا بدينا من القصر الكبير عند. تقول فاس. ها؟ القصر الكبير بدون فاز جاو عندنا مولي القصر هاك سيد كوالي مشينا لفاس. مشينا عند من شكون اللي استخدمنا هو سي الله يذكره بخير، هو طلائع فتح لنا البيت ديالو، عيط للاخوان ديال الدعوه وديال هاد الناس ديال القصر الكبير. وكان معكم سي عبد الرزوي؟ ها؟ كان؟ لا 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 من بعد كان دكالي. كان دكالي. مشينا عند ديك الساعة الهراس، الدكتور الهراس، وعرضنا عليه المشروع. إيوا بدا تيقول لينا ديك الساعة كان تيكتب في المجلة ديال منار الاسلام، تيقول لك راه حتى راه كذا راه الاعلام وكذا، وبدا تيعطي لها التوجيهات والمعلمه ديالو. قلنا له اودي حنايا راه جينا بمشروع ديال توحيد المسلمين على هاد القضيه ديال المسلمين، ما عندها لسان، حنا بينا نجمعو حنا ما عندنا غرض لا نكونوا لا كتاب ولا زعماء ولا شي حاجه، نقول هذا المشروع نحييه. فاش يقول لي اسمع وخلينا نمشيو. عاوتاني مشينا عند مدينة سي البوشيخي ديال الدعوة، ومن هاد الناس ديال القصر الكبير، ودرنا لقاءات في العشر الأواخر ديال رمضان، ولينا تنقومو بالعيد وتنذكرو، واكتشفت العراقيل اللي هي تتحول دون توحيد المسلمين. شي دماغو ما كاينش هنا، شي راسو ما كاينش هنا، كاين في اخن تنظيم العالم للاخوان المسلمين والتصور ديالو، وهو نبداو من العالم باش نجيو للمغرب. شي تيقول لك العلم والعلماء وحنايا
جماعه ما تنبداو شي بمواجهه النظام، حنا تنسموا نتوما بديتو بمواجهه النظام. على كل حال كل واحد كيدير الاعذار ديالو، ما تفقوش يدخلوا في مشاده ديال التنظيم العالمي والتنظيم السري والتنظيم القطري اللي هو كان ديك الساعه ديال الدعوه. ما تفقوش اي خمس ديك العشر ايام دوزنا في رمضان كنا تنقوموا الليل، وديك البركه ديال قيام الليل جعلات طفات الجو بيناتنا وقربت التباعد اللي كاين، وتوعدنا على اننا نستمر في لقاءات. وفي مشينا لعند السي الريسوني صاحب ديك الساعه سي علي الريسوني صاحب النصيحه، ماشي احمد سي الشاون. مشينا لعندو تمايا جلسنا عندو، لقينا اش نقول لي، لقينا واحد الطرحه ولقينا واحد الانفتاح، وقال لك هي النصيحه ها هي الجريده ديالي تكتبوا فيها. ولكن قلنا لي حنا راه بغينا شي حاجه اخرى ماشي في هذا المستوى. وعلى كل حال بان بانه المحدوديه ديال التفكير ديالو انه الحمله هي حمله، وبان العلاقات ديالو حتى هو اللي كانت مع اسبانيا ومع التنظيمات الاخرى اسبانيا، وكان تيمثل بعض المساعدات يسديه رجل فاضي صاحب زاويه. المساله ديال التربيه هو تعترف بها وتيربي دوك المحضره. لقينا المحضره عندهم اللي تحفظوا القران في ظروف واحد شويه ديال البروده وقاسيه وتقلل وشغل، ولكن كاين فضلو بين والحمد لله. وراه من بعد بان على انه كان مستعد باش يجي لو كذا. مشينا لتطوان، ركبنا لتطوان. هاد الناس كلهم باش تعرفوا هاد اللي كنذكروهم كلهم ناس عفاضي بيوتهم مزيانه ولكن العقول منطلقه، كلهم ناس عفاضي وناس ديال المصير وبغاو شي حاجه يديروها، ولكن ملي يبداو في البدايه وهذا ماشي انا في اللي كاين شي مشاكل اللي خصها تحل، وبدات الحمد لله تكلمت على المشكل الاول وهو القيادات فين كاينه، القياده القطريه والقياده الوطنيه، ونبداو من العالم ولا نبداو من القطر، ودخلوا الناس في مشادات شحال عندكم شحال ما عندكم، انتم التنظيم ديالكم على حنا الاسرار ديالنا ما تنقولوها. على كل حال حنا ما دخلناش، حنا كنا اليوم مازال ما عندنا حتى واحد. وهذه المهمه، هذه المهمه، هذه المهمه. الساعه كنمشيو عند شكون انتم؟ يعني ساعة خرجت عملت المجلة ديال الجماعة ياك؟ لا مازال ما خرجتش. لا جاو قالوا لنا من بعد؟ ايه من بعد. حتى قالوا لنا كونوا انتوما بعدا. كونوا انتوما. لا حنا قلوبنا بين يدينا في كوفنا وجينا باش نقول شنو ديروا بقلوبكم؟ شكون انتوما؟ ما عندكم وجود. شكون انتوما؟ شنو هو الاطار ديالكم؟ شحال عندكم ديال هذوك الاخرين عندهم كتار والمنظمين والمهندسين والاطباء والاطور والخارج واخن، والاخرين عندهم الفلوس وعندهم العلماء ديال الخراويين. انتم شكون انتم؟ لا وجود لكم. كاين احنا شي سبعه الناس في مراكش. لا احنا غير خمسه الناس صافي غير السيده كبازي. لا مازال ما خرجت. لا مازال. ولا مازال احمد هو اللي عاش هذا الشيء. مازال ما خرجت. وراه على الاول وين طبعوا؟ وين صفوا بيني؟ وانا سي بسلام اللي كتبناه ما كتبوا معنا حد. سي بسلام تيقول لي مجلة كتبها رجلان. وهذا راه واحد النيشان عندي، وانا دروك انا راجلي وافتخر بها وبالدمس تاع السلام، وادخرها الى لقاء ربي العالمين. الله يدق بكم اللي كاين. واخا كنت عمر اخطاء. لا التصريف داك الشيء صعيب، صحيح لا هما صفوا دما ذاك الالات، هو جاي صحح، هو تصحح معاه. لا كان اخطات يعني. ولا اللي كان العدد الاول باقي كاين تهدو تشوفو كذاك رديء. انا ولا سي فتح الله اللي نقدنا هو اللي خاد هذاك العدد. مبروك العماسي.
هذه هذيك هي الهضره اللي تاعت الجماعه. لا لا ونقصد بك من ما نطولوش يا احمد والناس اللي قال لهم شكون انتم؟ شي ناس تما في مراكش حنا ثلاثه ولا خمسه ودام الحوار معاه شي شحال عام ونص؟ لا حتى خرجت الجماعه بدا الحوار الداخلي. في البدايه قال لنا كونوا بعدا كونوا انتم. جيت قلت للسي عبد السلام عليك السلام فلنكون مالنا فلنكون يلا سيدي بسم الله اسسنا الجماعه الخيريه سبعه الناس وفيها واحد الصبي صبي معنا كان حاضر معنا وكان بعض الاخوان ما قبلوش يعني نور الدين نور الدين وكان نور الدين من الاخر وين راجل تبارك الله وكنت يكتب التقرير باقي هذاك التقرير ورفضوه بعض الاخوان قال لي لا هذا صبي ما يقولش معنا كان النبي تبارك الله انا ما عندي المجله ديالو اش كيسمى هذيك المجله كيوصلكم التواصل ياك ايوا الحمد لله ايوا كنا درنا جماعة والحمد لله وأسسنا الفرازيلا سمات الجماعة الخيرية ديك الساعة مازال ما كاين جماعة العهد والإحسان جماعة الإحسان تتمكن واحد المرحلة أخرى متطورة وكانوا ليها رجال وكانوا ليها الجماعة الخيرية كنت أنا والسي عبد السلام وسي العبادي وسي المقرى سعد الكريم سعد العلوي لا لا سي العلوي ما كانش ديك الساعه سي العلوي مسكين كان مريض كان مريض كان فتح العينين ديالو كان شي كان في واحد الصحه حتى انا بحالي الصحه ديالي